الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أولا كان للإخوان في المغرب دور في تأسيسه. في التأسيس كان حضور علماء المغاربة كان متميزا، وحضر إخوة وأخوات من المغرب. التأسيس كان في لندن كما هو معلوم، فشاركنا وتلقينا الفكرة بترحاب، و يعني اقترحنا عددا من الأعضاء حوالي 20 عضو، ذهب أكثرهم وحضروا في التأسيس، فهم مؤسسون في لندن. ومن ذلك الوقت كنت عضو في مجلس الأمناء، لكن بعد الربيع العربي وتداعياته استقال الشيخ عبد الله بن بيه. الشيخ عبد الله بن بيه اللي هو موريتاني طبعا تعرفونه، لكن هو مغربي في الحقيقة، يكفي أنه ديما لابس الجلابة ويتحدث ويقول نحن في المغرب ونحن في المغرب، وهذا دائما وأنا حاضر خاصة في الأمور الفقهية المالكية، يقول نحن في المغرب ونحن المالكية. فهو فعلا هو كأي واحد فيه الروح الإسلامية من موريتانيا يعتبر نفسه مغربي. ما موريتانيا هذه مسألة طارئة للأسف، ولذلك الناس اللي عميقين في أصالتهم المغرب. حتى أنه شي مرة كنا في شي مجلس فيه عدد، شي عمل علمي تعارف، كنا في شي مجلس بدا تعارف، وكل واحد كيقدم نبذة على بلاده ولا شي حاجة هكذا، نسيت التفاصيل. لكن كان معنا الدكتور محمد المختار السيد، هذا أستاذ الفلسفة من موريتانيا. فتكلمت أنا، هذا عرفت شي حاجة هكذا، دازوا ليه، قال لهم صافي هذا يكفي. قلت لهم هذا اعتراف بأنك مغربي؟ قال لي نعم. وجدك شيء. فكثير من الإخوان الموريتانيين فعلا كيتعاملوا كمغاربة، لكن هذا الواقع السياسي.